شعوان مالك وده اللي كرجع بعد. هلا يلا بغلط. السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طولنا معكم بالفلوقات، بس حاليا انتهت رحلتنا بالسترين واللوين. لوين. خلص رحلتنا بالسترين واللوين، هلا رايحين على شو اسمه أوليسونت. رايحين على منطقة تانية تبعد ساعتين وثلث من هون على أوليسون. راح نخيم هنيك كمان يومين ثلاثة ونرجع على البيت، لأنه بكفي مليت ومليت من أكل الشيبسات يا زلمة والله. شو حلو ما راح. خليكم معنا وتابعوا رحلتنا على الأخير. راح نروح على منطقة شو اسمه؟ أوليسون. أنا ما بعرف المنطقة، بلاد شايفها يمكن من قبل ما أعرف شلون، هو خبرني عنها. فرايحين صور الجي بي إس. اليوم الجي بي إس والطريق. هذا هو رايحين هيك نحن. تبعد ساعتين وثلث. راح نصوركم مناطق حلوة على الطريق. إذا تشوف في مناطق حلوة شغلات حلوة على الطريق نصوركم إياها. خليكم معنا والسلام عليكم. طبعاً بلال عم يزبط لي دقني، كنا راح نفوت بالسيارة الحمد لله. عم يزبط لي دقني لأنه أنا دقني بدون كريم بيصير شنو اسمه يا هم ملالي صفاء مشط على ماشي وعطينا محمد الكمبيوتر. يا لا والله حاسس أنا شو فيه برو حاسس بسيكل الهيدي وحط هيك أنت عم تحطها شوي. لا والله فكر ان فورا انت تصير مثل الماي. صورني وانا مو منتبه. انك تلحظ حالك يلا. لك اخ كلياتكم تبوسوني بوس. مين؟ كلياتكم تبوسوني بوس. صح هذا يضربك بوكس. لك اخ لك كيف تزبط؟ شلون؟ زبطت ما حدا يطلع فيني. المعجب بصف عدو. لا لا شفت لا المراه دانو يا شوفير القمرة تمشي شرج البوحاسن وقاضب ضربة العشارة. خلصت فنيات؟ خلصت فنيات؟ كان بدي يصير مطرب بس بعدين قلب الجيمينج. الحمد لله انك قلبت خفت من المعجبات و الحمد لله انك قلبت الجيمينج. خليني انام برات البيت. واحد يصير مشهور وينام برات البيت صعب. في عالم عم تقول الشهرة صعبة يا زلمة. الشهرة صعبة صعبة كثير صعبة. نقلد بعض الناس يعني في عالم كانوا قاعدين معنا امبارح وقالوا انه والله الشهرة صعبة كثير 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 صعبة. شغل لك شي طوب رجيني اياه وانت متأثر. بس لا رجع زوم وقف وقف رجع زوم يلا الشهرة كثير صعبة الشهرة كثير صعبة. ليك انت مشهور كثير صعب انت. قلت له وين مشهور؟ قلت وين انا مشهور؟ والله ماني مشهور، عندي بس 500 متابع يتابعوني، يا دوب هاي يا دوب بالاسبوع بيجيني 500 متابع. قديش عندك على الانستغرام؟ على الانستغرام يمكن شي 200 300 بربا؟ انا عندي 515. لك انت مشهور اكثر مني. من شمس اكثر مني. من شمس يا هون. لانه اخذناها عادي. طارت لورا. لا شفت لا المراه دانو يا شوفير. يلا قول باي للكاميرا. خليكم معنا شباب ونكمل معكم الفلوق. وحبينا انه هيك نصور معكم شويه انه ما يكون كل شيء فلوق وطبيعه وما طبيعه، يكون فيها شويه نهفات. طبعا نهفاتنا بتطلع طبيعيه عادي، نحن ما عم نسوي شيء نصنع شيء، بس هي تقفلتنا العاديه يعني انا وبلال هيك بس نجتمع، خاصه انا لما اكون نعسان فبيطلع معي شغلات. بلال انا نعسان الله يستركم. احا على المشفى يا ابو فهد.
والله حلو. شو عم نصور؟ هدف هون ستعتقد انها حلوه. لا انا في اضاءه قبل ما تروح الاضاءه. يعني انا حبيت مشان الاضاءه، لان كل عتمه غير هنيك فيها اضاءه، هنيك في دعم شكله بيمرق من هنيك مدري من. فانا وبلال نحفاتنا عاديه، شو اسمها، طبيعي ما في شيء بهارات عليه، ما في شيء شغلات. المهم خليكم معنا ونصوركم المنطقه اللي رايحين عليها، كثير حلوه يعني. ايش اسمه المدينه، خليكم معنا. صور هيك، هاي مطار روضه البيت. كان جنبي طاب بلال، طبعا بلال اعطانا منطقه اسمها وليسون. طبعا هاي المنطقه صايره بالمحيط، رايحين هلا نزت الكلية، عزتهم كلياتهم بالمحيط وارجع، وانا داخل هون وممنوع ادخل معي سيجاره اروح الخارجيه. خلينا انزل وارجع واكمل فيها معك. خلاص رجعنا، شغال السيجارة. المتابعة بشكل مستقيم. لو عبينا قبل ما نطلع نتأخر. هلا ورانا. وليك الضباب بين جبال ومطر. بعرف هذا غير ولا جو. تمام يا زلمة. غير نازل على الأرض بس أنا. بينزل. بس ما نفكر إنه نحن كثير يعني واطيين عاليين نحن إن شاء الله. نحن طالعين عاليين. بين الجبال نحن. احنا بين جبال، لسه في جبال عالية، فهلا رايحين على المحيط، مشوارنا على المحيط ان شاء الله. رح نروح نصور لكم المحيط والمنطقة هذي كثير حلوة كمان انا شفتها. وخليكم معنا نتابع الفيديو سوا، اعطونا لايكات وتعليقات حلوة. هذا ما حاجة تصورني، حاجة تصورني والله. المتابعين ملوا من وشي. تخجل؟ لا ما بخجل، المتابعين ملوا من وشي. تخجل؟ صور المنطقة يا زلمة. ليش مبين شي من المنطقة المسكينة؟ الضباب، كلها ضباب. ومطر عم تنزل، وإن شاء الله نوصل خير وسلامة. على أساس نحن بالشهر السابع. شفت. شو عم تصورني؟ لا. شو اسم المنطقة؟ ايفار اسد. منطقة كثير. هذا اسم الشارع. اسم الشارع هذيك بس ايفار مدينة كلها. شارع نمرق من هنا. نصوركم على الخريطة. اورستا. هي اسمها اورستا. هلا في بحر مدري محيط. لازم نطلع بالعبارة مشان نعبر للطرف الثاني. طالعين بالسيارة نشوف. التزم بالخط يا ابني. هلا شو لازم نوقف ولا شلون؟ لا امشي ورا لهذا الشخص نشوف. لأنه عم ينظم الدور هون. امشي قدامه لحتى يتعبى. اتوقع لازم نوقف هون. والله راح نضل بالعبارة لحتى نوصل على الطرف الثاني من ال من الارض اليابسة. ما بعرف لحتى نوصل على اليابسة. شو نطفي السيارة كمان؟ طفيها. شو بدك فيها؟ وين يطعش حالك؟ فما بعرف. فكرت انه الطريق بس طلع انه لازم ندخل على الباخرة. هي عبارة باخرة ما بعرف شو هي. وصلونا على ذاك الطرف. يا ترى فينا ننزل؟ بتوقع ممكن بس تمشي نطلع لفوق على سطح الباخرة. بس اذا فينا ننزل ننزل نصوركم من فوق ونشوف مناطق كل شيء. بس خلي تمشي هي، راح نوقف نسال الشاب اذا فينا ننزل ولا لا. ليك في قاعدة كمان شو. بس الكلاب ممنوع. ما معنا كلاب، معنا كلاب شو. معنا واحد صغير جرو شحنهم بابا. طبعا هاي ركبنا هاي الباخرة من هنيك من الجزيرة.
ورايحين هذيك الجزيرة اللي قدامنا، لأنه ما في طريق فلازم السيارة تدخل من الباخرة هاي. هون سيارتنا هذيك هي واقفة، وراح نروح لهنيك وننزل منها. فما بعرف، أنا ما بحب البحر، أحلى شيء أنا لابس هيك طالع بالسفينة، أحلى شيء أنا لابس هيك وطالع بالسفينة بالمي. والله برد اللي أدور أقول يا هذا مجنون يا هذا، أنا ما في حدا لابس هيك بالجو هذا اللي أنا فيه هلا، لأنه جو كتير برد خاصة بالبحر. سفينة ماشية دق 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 دق، أكلنا هنيك ورا نشوف عروستنا وينها. هاي عروستنا، هلا راح نروح نقعد بالسيارة لحبين ما ننزل. على منظرنا هاي قاعدين هلا تقريبا 12 دقايق ماشيين، قربنا نوصل على الطرف الثاني ولا بننزل؟ احنا ماشيين؟ لا نحن واقفين. هلا عم بحكي معك جد، عن جد نحن ماشيين؟ لا واقفين. ان شاء الله نفكر لساتنا هني. جد اختي ولا حاسس انه ماشي، والله ولا حاسس انه ماشي. انا يعني هلا لو ما طلعت انا على الجبل وشفت شيء عم يتحرك. انا الجبل اللي هنيك شفته؟ السفينة عم تفتري. لما طوطت مشيت؟ قلت الجبل راح الجبل. اسمع لما طوطت مشيت؟ لا لما طوطت كنا ماشيين نص الطريق تقريبا. كنت عم صور فوق انا. شبك؟ وصلنا. وصلنا تمام. وانا لسه فكري لسه مو ماشي. وهذا مصيف. كنت عم غير يعني. شو؟ انه لساتنا هنيك واقفين بمحلنا يعني ما عم نتحرك. ما بيعرف انه وصلنا على الطرف الثاني ولا راح ننزل. ما حس شيء عم يمشي، انت حس شيء عم يمشي يعني؟ اكيد ما راح تحس بالسفينة، ما راح تعمل تنتع من السفينة. والله انا لساتني على ايام العصر الحجري ما بعرف. كيف يعني بدها تنتع او تجي تقول بلال استاذ بلال بعد اذنك بدنا نمشي ممكن؟ يا بعطيهم الاذن يا ولا. ما بصير هيك. هلا راح ننزل ونصور لكم هذا الطرف، لسه بقيان مشوار ساعة. بابا اخرس بقيان مشوار ساعة نمشي بالسيارة لحتى نوصل عمان المدينة اللي رايحين عليها. ما بعرف هي شو باي عاملك حزينة دخيل الحزينة. انا يا طريزين خلصنا ولا تاكل قتلة؟ لا ما راح ناكل قتلة، بس عم شوف امتى راح يوقف على الشط. لا حول الله. مطولين وقف على الشط عمو؟ راح نروح نوقف على الشط. عيني وخير ان شاء الله. كوتش ليش عم تبكي؟ هي عملت سحر بح البسكوتة. شو؟ ما كان في بسكوتة سحر؟ ايوه ما كان في بسكوتة جوا، عملت سحر ليك بريك ما في. سبحان الله سبحان الله، ساحر ساحر متعدد المواهب. انا كبسة المطرة يا الله.
لا وقفت، انا اللي وقفت مو المطر اللي وقف. ما عاد يعرف مين اللي وقف مين اللي مشي. والله دخلت بالسفينه. لا احلى شيء قال هلا اسمعوا راح احكي لهم هالنحكه. قال طلع على الجي بي اس، شوفوا على الجي بي اس الجو صاحي. قام قال لي ايه منيح هنيك الجو صاحي. والدنيا مطر يا الله. لا ونحن واقفين بالسفينه على نفس الطرف. اخ يا ربي. قال لي ايه منيح ليك الجو صافي هنيك، ونحن اصلا بنفس المنطقه يعني، والدنيا مطر. وصلنا على السنتر تبع المدينة اللي اسمها أوليسون. هاي المدينة بيشبهوها بمدينة البندقية الإيطالية، وفعلا يعني فيها شبه، لأنه ليك كيف المي بتمشي بين البنايات والبيوت، بيستخدموا البواخر للتنقل. طبعا في عندهم شوارع كمان لا يستخدموا السيارات. عندك شيء حابب تضيفه أستاذ؟ لا بس انت صور. صور صور يا مصور. هون في هذا متحف موسيم. فعلا الشوارع بتشبه يا زلمه شوارع ايطاليا. لا رح ننزل نوقف سيارة في محل. نوقف سيارة نصور لكم. صور يا مصور. والتصوير مجاني مسموح. تفضل. يلا 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 حسن عليكم. يلا هذا بده يطلع. انا مطلع. انا خليها تربي تسكتوا لهات خلاص. شو بدك فيه انت؟ امشي وين ما بدك. كبسك شغلات ما بدك تكبسها. الله الله حلوة. ها حلوة حلوة. اوه ليك ليك هالمبنى ما حالي كله من حجر. بتحسوا هيك مدينة قديمة كتير. شوارع قديمة. بلال عم يصور من جهاز وانا عم صور من الموبايل. صور صور يا مصور. بس انا تخلعت من هالشوارع. على فكرة شوارع انت ما كنت انت ما رحت على ستافانجر مو؟ شوارع ستافانجر نفس هيدي الشوارع هون، نفس ذاك البلاط الصغير. المايسترو. اخيرا وليس اخيرا وثم وصلنا الى ميناء أوليسون. بس انا نفسي اعرف شو هذاك اللي فوق. يمكن فيك تروح لهنيك عليك في ممر في طريق. طلع مشي؟ لا والله ماني طالع مشي. شكرا. بكفي هذاك الجبل اللي طلعناه. شكرا. لسه امبارح طلعنا حبيبي. ما نسينا. فهلا وصلنا شو اسمه هيك ديك البخره الخشب ما احلاها. وصلنا على الميناء تبع المدينة وعم نستكشف. لسه صرنا فترة عم نمشي بالشوارع لحتى لقينا محل نصف السيارة هني. المهم وصلنا على السنتر. يقول في باركيرينج هنيك. يوه وين؟ هلا اقول هذا اللي قدامه كله هو باركيرينج. بلى. اها اها لابسين نفس المناطقين بس وكل واحد له. عم تفرجون لك؟ لا عم فرجون بنطلونك ولا أهبر. بس في فرق واحد تعرف شو هو؟ أو بالأحرى فرقين. يخ شو عم تصور قدامك؟ صور هني هذاك الطفر. شو؟ صور هذاك الطرف. هذاك الطفر. طفر يلا. وين رايح؟ نازل على المي ولا نازل على اليخت تبعك؟ نازل على اليخت تبعي. ما بكون اطلع طالعكم. لا شكرا. ف هاي المدينه بسيكات.
لا بتعرف تصور ولا بتعرف تمسك الصغير انت. دير بالك اسبوع عم صور هلا صرت ما بعرف صور. ما شكل الكاميرا هي. ف والله ما وصلنا على المدينه انها رائعه. وهذا بلال الواطي ولسه رح نروح على القسم الثاني الطرف الثاني هنيك، لانه هون واقفين السياره على طرف المينا، فاحتمال يكون مخالف. ما مخالف راح نروح نصفه باركيرينج عادي يعني محل لتصفيف سيارات، ونطلع على السوق على السنات على المحل على السناتر على السنتر يعني على المركز المدينة ونصور لكم اياه. فان شاء الله عجبكم المنطقة، اسمها اولسوند، وهي المينا تبعها، هذيك باخرة شحن ما بعرف شو، وبدنا نلاقي محل نروح نصطاد فيه سمك. وخليكم معنا حتى نتبع الفيديو. ليتس جو. هاي السنتر تبع المدينة، نحن جوات المدينة أوليسون. في عالم صاري هنيك عم يغنوا سكرانين طبعا، بما انه اليوم سبت بتوقع، والله ما بعرف الايام ضيعت فيها لانه ما عم بطلع كثير على الموبايل بهالغابة. نسينا الموبايلات، ما كثير بنستخدم الموبايلات. طبعا ثلاث ارباع المدينة صايرة على البحر، اذا مو اكثر من ثلاث ارباع، وشوي شمس مع مطار طبعا. والمباني تاع المدينة كلها على شكل مباني قديمة، مثل هذا المبنى مثلا. هلا بنفرجيكم الحواري القديمة تاع المدينة. ليك مناظرنا، صار بدنا حمام. بس حمام بدنا نقع بالكلور. والله بدنا نقع بالكلور. هلا وصلنا على المدينة، يمكن بلال حكى لكم لأنه أنا حاطط ابن الكنغل بحضني وعم بمشي فيه بالشوارع. شو حكيت لنا؟ ما بعرف شو حكيت عن المنطقة. هلا عم نمشي بالشوارع، طبعا المدينة كثير حلوة، شوارع بيوتها ديكور اللي مصممين فيها كثير حلوة. شوارع المدينة البندقية اللي بإيطاليا، ثلاث أرباع المدينة على البحر، ثلاث أرباع المدينة على المحيط. نقول أنا وصلنا على المحيط، ثلاث أرباع المدينة هي على المحيط. وهلا راح نصوركم الشوارع، هي بتشبه مدينة شو اسمه البندقية أو بندقية فينيسيا. ميتشو؟ فينيسيا. فينيسيا. وين صايرة؟ إيطاليا؟ بإيطاليا. هذا بلال عنده معلومات أكثر مني. فراح نفرجيكم الشوارع والبيوت وطريقة تصميم البيوت. شفنا البندقية الإيطالية، صار لازم نحن صرنا بالبندقية خيو. بالبندقية. الشوت جان. الشوت جان. راح نصور لكم مناظر هيك. هيك تصميم بيوتها. شوارع حلوة، بيوتها حلوة. طالعين من هنيك نحن اصلا. اصلا بدنا نطلع من هنيك. شوفوا لي البيت هذا ما احلى. هاي المدينة، هي مدينة كبيرة كبيرة. بتعرفوا لو عندي هاي كاميرا الطيران كان التصوير غير شكل. المشكلة ما عندي الكاميرا، رحت نشتري واحدة بصراحة كانت كتير غالية، هيك ما اشتريتها. لسه راح نصوركم لقدام نشوف شو في ما في. وهلا راح ناخذنا كم صورة كمان للتذكار. هاي المدينة جينا وجينا، ونكمل وياكم الفلوق. استنونا.